بلسان عربي. مدن شقيقة. فالرقة كانت قاعدة ديار مضر وقلب الجزيرة النابض. ومضر من عرب الشمال عدنانيون نزحوا إلى الجزيرة الفراتية قبل الإسلام بعدة قرون واستوطنوها. أما الرها وهو الاسم العربي لأورفا قديماً، فأدخلها المؤرخ الروماني بيلينيوس الأكبر في جملة المدن العربية. كيف لا؟ وقد كانت منذ القدم من كبريات مدن ديار مضر العربية. ويشير المؤرخ السوري عبد القادر عياش في كتابه حضارة وادي الفرات إلى أخوة المدينتين قائلاً: وأورفا فراتية مثل الرقة وحران ومن أخواتها. مهد الحضارات. لقد خلفت الرقة وأورفا الآثار الدالة على أن المنطقة كانت منذ آلاف السنين مهد الحضارات، فقد كان سكانها خليطاً من البابليين والآراميين والآشوريين والمقدونيين والأرمن والنصارى والعرب، كما كانت المدينتان بمثابة مراكز دينية، فقد شهدتا في فترة من الفترات انتشار الأديرة والرهبنة التي أدخلها السوري أفرام سيروس، حيث جعل من الكنيسة جامعة عظيمة للسوريين. فغدت الرها أورفا أهم مركز ثقافي للنساطرة. كذلك كانت الرقة مركز أسقفية، وكان بجوارها دير عظيم مشهور هو دير زكي، وكان فيه مدرسة لاهوتية مشهورة يقصدها الرهبان للتعلم. كم غدا نحو دير زكا من قلب صحيح فعاد وهو حزين، لو على الدير عجت يوما لألهتك فنون وأطربتك فنون، لائمي في صبابتي فديتك مهلا، لا تلمني إن الملام جنون. دول متعاقبة. تعاقبت على المدينتين أيد كثيرة، فإلى جانب عصور الرخاء والغنى والرفاهية والازدهار ذاقت ألواناً من النهب والتخريب بسبب الحروب والفتن في فترات كثيرة من تاريخها. فتارة كانتا تقعان بيد الرومان وتارة في يد الفرس، إلى أن فتحهما القائد الإسلامي عياض بن غنم، فلم يبق بالجزيرة موضع قدم إلا فتح على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وصادفنا الفرات غداة سرنا إلى أهل الجزيرة بالعوالي، أخذنا الرقة البيضاء لما رأينا الشهر لوح بالهلال. استمرت الصلات متينة بين المدينتين في فترة الإمارات الإسلامية، حتى إن أكبر عالم فلكي في عصره وهو البتاني جاء من حران التابعة للرها، وبدأ بتجاربه في مرصد الرقة سنة 264، وأقام على عمله في الرقة 42 سنة. كما أن دفين الرقة السلطان عماد الدين زنكي قد قضى على إمارة الرها الصليبية، وكان ذلك أحد أسباب اشتداد الحملات الصليبية على بلاد الشام. يمكنكم الاستماع لجميع حلقاتنا عبر منصات البودكاست، أبل بودكاست، جوجل بودكاست، ساوند كلاود، وسبوتيفاي.